إلى طيب الكلم، حيث افتتح الملتقى الدولي الثامن للأدب الشعبي تحت شعار الشعر الشعبي ودوره في دعم المقاومة وقضايا التحرر لما للكلمة من قوة في مواجهة الاستعمار. الملتقى الذي جرى بحضور أدباء وكتاب وشعراء من مختلف الدول العربية والصحراء الغربية تمحور حول الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، كما تم بالمناسبة تكريم عدد من الوجوه الأدبية العربية.